بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. نكمل مع بعض الحدوته بتاعتنا عن الاقاليم المصريه. كنا انهينا الفيديو الرابع عن الاقليم ال 13 سيوط، اسيوط، الارض المحروسه والارض الخيره. منها بننتقل للاقليم ال 14 اللي هو عرف في النصوص اليونانيه باسم اقليم كوساي، واللي جت منه منطقه القوسيه، وده الاقليم ال 14. وربما انه كان هو اقليم اسيوط اقليم واحد، ثم حدث الانفصال في مرحله ثانيه. اتكتب في نصوص سنوسرت الاول اسم الاقليم بتب شبس. تب شبس يعني العظيم، الراس الفاخر او الراس الجيد او الراس العظيم، وربما ده كان احد القاب المعبود اوزير اللي اتعبد هنا. من الاقليم ال 14 بنبحر بقى ونزور واحد من اهم واعظم الاقاليم اللي بنمر عليها في شغلنا كمان وفي حياتنا، وهو الاقليم ال 15 من اقاليم مصر العليا، وينو الارنب. اقليم الارنب، الاقليم اللي الجبانه بتاعته طاوينو او طاونت، اللي بقت بعد كده تونا الجبل، اللي حتى بعض الناس يقولوا لا دي مش طاونت يعني اقليم الارنب او تونا الجبل، ولكن هي طاطحن يعني البركه او البحيره. ولكن الاقليم ده استعرف في النصوص المصريه باسم اقليم خيمينو، وكان دايما المعبود بتاعه اللي هو المعبود جحوتي بيمثل في النصوص على هيئه، بيمثل سواء ابو مك او هيئه القرد، وكان دايما يتكتب معاه ان هو نب خيمينو. يتكتبوا طبعا شرط كده اربعه واربعه اللي هم كانوا السامون. بعد كده اتحرفت في النصوص القبطيه الى الشيمينو او الشيمون، ومنها جت كلمه الاشمونين او هيرموبلس ماجنا، هيرموبلس العظيمه. المدينه دي واحده من اهم المدن، بنزور فيها البازيليكا، بنزور فيها مكان للضرائب، لقينا فيها مجموعه كبيره جدا من الوثائق نشرتها مدام ماري دروبير يمكن في جامعه ليون، نشرت وثائق زواج وطلاق وعقود بيع وشراء من اخطر واروع عقود البيع والشراء والزواج الموجوده. اتوجدت في المنطقه اللي بنسميها دلوقتي منطقه البازيليكا او منطقه المعابد او منطقه المعابد اليونانيه والمعابد الرومانيه، لان في معبد بطلميس الرابع ومقصوره لدوميتيان، غير معبد امنحوتب الثاني، غير معبد رمسيس، غير البازيليكا الرومانيه بتاعت الاسره والمعبد بتاع الاسره الثلاثين. بندخل المنيا بقى ما بنطلعش، لان بنطلع من الاقليم ال 15 على الاقليم ال 16، اقليم ماحج، اقليم الوعلي. اقليم الوعلي ده برضو واحد من اهم الاقاليم، وفي مزارات شغلنا كلنا كمرشدين سياحيين او كحتى الناس اللي بتحب انها تزور مصر، ما ينفعش انه يروح المنيا من غير ما يزور المكان ده. المكان اللي بيعد واحد من اعظم واروع الاماكن، وهي المنطقه المعروفه ببني حسن الشروق دلوقتي، اللي بتمتد ما بين المنطقه بتاعت بني حسن الشروق، واحنا عارفين ان بني حسن دي العيله اللي كانوا بيوقفوا التجاره، ومحمد علي وقفهم وابعدهم عن المكان فراحوا للشرق منها، وكان منها المنطقه كمان بتاع زاويه ابو سلطان او زاويه الاموات اللي هي زاويه محمد باشا سلطان، اللي هو بنى المقابر بتاعه الاسره بتاعته كنموذج رائع لمقابر الاسره، الاسره من الاسرات الغنيه في الصعيد مصر، وخرج بقى منهم صفيه زغلول، وخرج منهم والده الفنان الكبير جميل راتب، غيرهم من الاسرات الكبيره اللي نقدر ان احنا نتعرف عليها. لكن بنعرف ان في المقاطعه دي في مقابر بني حسن اللي بتعد اروع نماذج للمقابر، 39 مقبره موجوده في المنطقه، اشهرهم اربعه: خنوم حطب، ختي، باكت، اميني، مناظر المصارعه ومناظر المدرسه الرياضيه، مناظر دخول الاجانب لمصر للبعض اللي بيوصفوا منظر ابشل، للبعض بيقول ان هو سيدنا ابراهيم، وطبعا يمكن اللي سمع مني محاضرات او كلمنا عن مني مالوش اي علاقه الموضوع ده بده. عند منطقه استابل عنتر او كهف باكت اللي هي المنطقه الشهيره اللي قالوا ان عنتر ابن شداد جه وعمل المكان ده استراحه للخيل فسموها الاهالي استابل عنتر، وهي 2 كيلو من بني حسن الى الجنوب. وزاويه ابو سلطان فيها كمان المصطبه المدرجه اللي بنلاقيها بترجع للاسره الثالثه، بنلاقي مقابر بترجع للولاه الحديثه وحكام الاقاليم. المنطقه واحده من اروع المناطق زي ما بقول لحضراتكم. من الاقليم ال 16 بنطلع على الاقليم ال 17. الاقليم ال 17 اقليم امبو، اقليم ابن اوى، عاصمته اللي هي منطقه القيس الحاليه، ده 4 كيلو جنوب بني مزار. الكلمه اللي كانت في المصريه القديمه كاسا اللي بقت كاس، اللي هي مدينه مكان قرية القيس الحالية اللي في المنيا، المعبود كان أنوبيس. مقاطعة 18، مقاطعة الحيبة، والحيبة دي لنا معاها ذكريات كتيرة ونصوص جات لنا كتيرة تتكلم على بعض عقود الزواج اللي بترجع لعصر الدولة الحديث. الدخل أنا بتحرك منها
الحيبه بلاقي فيها عدد من النصوص، اهمها النص او النقش الشهير للملك سنفرد المصور على احد الاخطيه بتاعت الاواني. المعبود الرئيسي كان المعبود حورس اللي كان بيعبد هناك، وكان له مكانه كبيره في المنطقه دي اللي بتقع اتعرفت في النصوص المصريه باسم منطقه سيبا. اقليم ال 19 اقليم الصولجان، اقليم وابو، اقليم الصولجان ده ما بين الاقليم ال 14 والاقليم ال 20. مكانه دلوقتي هي البهنسه بني مزار على 15 كيلو من بني مزار، اللي هي ميجات او ابوت او وجوت في المصري، وبقت في اليونانيه اوكسيرينخوس اللي هو سمك القنومه، وليها اوكسيرينخوس دي بقى حط واتكلم زي ما انت عايز. اقليم اوكسيرينخوس اللي هو البهنسه مرتبط عندي ارتباط كبير بكم الوثائق الكبير والرهيب اللي جالي منه الذي يصور العديد من الموضوعات والارشيف الكامل. يعني الكسندريه ادا جبته، الاسكندريه على شواطئ مصر جات لي على شهاده ميلاد من اوكسيرينخوس، الولد اللي بيزعل ابوه، عقود بيع المراكب وعقود بيع الاراضي، كان زميلنا العزيز دكتور محمد مصطفى متذكر كنا طلعنا مجموعه من الوثائق غير عاديه، كل ما يتناول كل شيء عن مصر الحديث عن مصر في العصر الروماني كان من هذه المنطقه. ويمكن حفاير جامعه برشلونه اللي فيها استاذنا العزيز الدكتور حسان عامر بتشتغل في المنطقه ومطلعه عدد من المقابر كمان، والبعض بيتكلم على مقابر بترجع ليه العصر الصور. المنطقة دي كمان بقى اشتهرت في العصر الإسلامي حتى إنها بتسمى مدينة الشهداء، وكانت بالمناسبة واحدة من مناطق من أماكن المقاومة عند دخول المسلمين، ثم أصبحت يسموها البقيع المصري البعض بيسميها، لأن أغلب من مات فيها من المسلمين عند فتح مصر كانوا من الذين شاركوا مع الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في معركة بدر أو في غزوة بدر، فكان البعض يتحدث عن أنها مدينة الشهداء. الاقليم العشرين نفر خنتي، اقليم النخيل الاعلى، ده الاقليم ده اللي غالبا عاصمته هي حتن النينيسو، مدينة الملك الطفل اللي هي مدينة اهنسيا اللي كانت مركز عبادة المعبود المصري حرشف اللي بيمثل بشكل خنوم، يعني حرشف اللي كان مشابه ليه تماما. الاقليم الواحد وعشرين نعر بحو، نعر بحو اللي هو النخيل الاسفل. الاقليم ده او نفر نفر بحو اللي هو النخيل الاسفل، وده الاقليم اللي بيعرف باسم بيرسوبك مدينه التمساح. يعني طالما بسمع بيرسوبك ومدينه التمساح بشم كده ريحه الفيوم اللي هو احد مناطق الفيوم اللي ظهرت عندي في بدايه النصوص باسم شدت، والبعض بيسميها قد تكون البركه، والمنطقه بتاعت شدت اللي البعض بيقول ان هي منطقه كمان فارس اللي عندها دلوقتي كليه الاثار وكليه الهندسه جامعه الفيوم، منطقه يمكن اللي في منتصف الجامعه. المنطقه كمان دخل فيها عدد كبير من المناطق اللي امتدت فيها. المنطقه شدت بيرسوبك في عصر رمسيس الثاني، عشان كده لما تروحوا المنطقه بتاعت كرانيف وتشوفوا المتحف المفتوح وتشوفوا النقوش الموجوده هتلاقوا ان مثلا يقول جدد المعبد شدت اللي في بيرسوبك. النصوص الديموتيقيه كتبتها ايه؟ كتبتها بايام، بايام اللي اصبحت فايام ومنها جت كلمه الفيوم. اما النصوص البطلميه فسمتها مدينه ارسينوبوليس اللي عملها اللي اهداها الملك بطلميوس الثاني لزوجته ارسينوي الثانيه بعد موتها وتم بشر. الفيوم اغنى محافظه وافقر محافظه. اغنى محافظه زي يمكن بقول زمان لانها فيها عدد غير عادي من المناطق الخصبه، لدرجه ان اول مشروعات استصلاح الاراضي التي عرفها المصري كانت في الفيوم. لو حضراتكم فاكرين امن محات الثالث لما اتكلمنا في التاريخ وقلنا انه استصلح 27,000 فدان جات لي من منطقه الفيوم. اخر اقاليم مصر العليا اقليم تبقيح، تبقيح الاقليم اللي بيعرف باسم اطفيح دلوقتي، وهي المنطقه اللي بتقع في اطار محافظه الجيزه. الاقليم ده البعض بيقول ان هو اقليم معتنو، معتنو يعني اقليم السكينه، وحنت يعني الفاصل، على اساس ان هو الاقليم اللي بيفصل ما بين الصعيد وما بين الدلتا. والمكان زي ما قلت لحضراتكم هو تبقيح راس البقره او راس القطيع اللي هو مرتبط بيه حتحور اللي كانت بتعبد هناك، وعلشان كده لما حتحور اندمجت مع افروديت في العصر اليوناني سمى الاقليم ده بافروديتو بوليس. كده انهينا مع بعض اقاليم مصر العليا. استودعكم الله على ان احنا نتقابل ان شاء الله تعالى فيديو جاي نتكلم فيه على اقاليم مصر السفلى مع بعض. شكرا جزيلا لحضراتكم، تحياتي، سلام عليكم.